فأول حاجة مو فقط يعتمد على الفلفل الأسود، الرجيم الكوري يعتمد على إنك أنت تبعد كل المواد المصنعة، يعني أي شيء في علبة ممنوع إنك أنت تستخدمه، أي شيء يرجع للجلوتين بحيث إنه يرجع للقمح ومنتجات القمح مبعدينه تماماً، فهم مبعدين على الأشياء اللي ممكن تنفخ الجسم. في المقابل يأخذوا مضادات أكسدة جداً عالية، يعني خضروات بكثرة، فواكه بكثرة، الفلفل الأسود. ليش الفلفل الأسود؟ دائماً الفلفل الأسود إذا سمعت ستي وستك وأمي وأمك إذا صار أي تسمم لأجسامنا على طول ناخذ الليمونة، نصة الليمونة ونضغطها مع الفلفل الأسود وناخذها. إيش السبب؟ أول حاجة تطهر الجسم، ثاني شيء تنظف القولون والجهاز الهضمي، ثالث حاجة تعمل على تقليل تفاعل الأغذية مع بعضها. بمعنى إذا في مثلاً دهون، إذا في شيء تسرع العملية حقة الهضم، إذا في مواد سامة في الجسم تطردها أكرمكم الله، فدائما يعتبر الفلفل الأسود من البهارات الجيدة، ولكن كثرة استخدامه تؤدي إلى شيء في المضاد، يعني ما حيكون شيء جيد مقابل أنك أنت تستخدم كميات بسيطة هي شيء ممتاز وفعال، لكن كميات كبيرة هي الكميات السيئة بالنسبة للجسم.